الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بجمهور بيت الشعر الوفي الذي لا يتخلى ولا يتخلف عن أمسياته رغم القيد وفي شتاء وصيفا، واليوم رغم هذه العاصفة الخريفية والتحولات الخريفية الصعبة تخوفنا من غياب جمهورنا الوفي، لكنه لم يخذلنا، والشعراء لا نقول اتبعهم راؤون، اتبعهم المحبون وعشاق الشعر الأصفياء لهذا الفن الراقي أب الفنون الشعر. ورحب بكم، ورحب بضيفتنا من الجزائر الشقيقة والجارة. دائما بيت الشعر يستهوي ويستقطب الشعراء ومحبي الشعر. شكرا للأخت تحريم أبو علاق التي صاحبت صديقتها الضيف، وعلى كل ليس الضيفة في بيتها وفي بلادها ومدينتها. هذه الأمسية الواعدة بالكثير من، أعدكم بأنها واعدة بالكثير من الجمال، جمال الشعر، جمال الكلمة، وبالمتعة، المتعة الراقية، متعة هذا الفن الذي سيراوح، أو أننا سنراوح اليوم بين المداخلة الخاصة بالشعر وبين القراءات الشعرية. ضيفانا الشاعران، شاعر الدكتور، الطبيب الدكتور، أنا أقول دائما الدكتور مولدي فروج، و الدكاترة الأطباء الشعراء عندهم خصوصيات في تاريخ الشعر العربي. إبراهيم ناجي صاحب الأقلام لأم كلثوم، الطبيب الشاعر، وبيت الشعر ذات مرة خصصنا، كان سي مولدي موجود معهم، أطباء لكنهم شعراء حضروا في بيت الشعر. إذن وشكرا لها لأنه تحول اليوم إلينا من المهدية أخت القيروان، والمنستير أيضا مدينة المجري القيرواني سي محمد أمين بن علي الشاعر، صاحب أيضا التجربة الراسخة والمتميزة في أشعاره. نرحب أيضا بالدكتور وابن القيروان تلامذته وطلبته في كلية رقادة، دكتور سمير صحيني الصديق العزيز، واختصاصه طبعا الشعر العربي، سيحاضر سيقدم المداخل في تحولات القصيدة العربية. هذا الموضوع على غاية من الأهمية، والتي درست والتي ما زالت تحتاج إلى كثير من الدرس طبعا البحث، لأن مسألة التحولات سأعود إلى المصطلح ولا ما يجاوره من مصطلحات هي غير مرتبطة بالشعر العربي المعاصر. عندما نتحدث عن التحول أو عن التجديد أو عن الإبداع، دائما نستحضر القرن الثاني وهذه القدرة على الخروج من ربقة القصيدة السابقة للقرن الثاني، خاصة مع الشعراء المولدين وعابي نواس وبشار وما إلى ذلك. فالمسألة ليست مرتبطة بالشعر المعاصر. صوت المطر على الباب يشبه قصيدة حب، خوف وألم وعذاب وكلام ما تكتب. صوت المطر على الباب يشبه تفاصيلك، مثل الندى المنساب يمسح أساليلك، وانت اللي قلبك ذاب في قلبي يا ويلك، نحبك بلاش حساب وقت المطر تصب. صوت المطر نايات تبكي عقاب الليل، في كلامها غنايات وفي سكوتها مواويل. وصوت المطر آهات تخبي كلام طويل، وانت المطر بالذات على باب قلبي تصب. وصوت المطر على الباب يبكي بلاش سبب، وطبع المطر كذاب خلي المطر تصب. كان شيخ يعمر في القرية الناشئة ثم مات، وكان يحب التعالي ويختال في هودج البركات. تعثر بعض الرجال بذيله حتى استثالوا وقالوا هو الله لولا وجود الإله، وكم كان في الجاهلية من آلهة. إذن فهو أول رب تهادى على الأرض، آخر من جاء بالفرض،
أكرم من جاد بالخبز والثوم كيف يموت، ونحن نزوره في الثالث من كل أوت، ونرقص حتى انبلاج الصباح، فما قيمة الأرض من غير شيخ، وكيف يشد بأرواحنا ويموت، وإن عش في رأسه العنكبوت سنهديه أعمارنا، ثم ما شاء من قصتنا في الجنان، ونمشي إلى الله وهو على رأس أولنا، نطلب أعلى المناصب والمنزلة، لكي لا أثير وحتى أوضح نفسي من المسألة، لم يعد بلدي يحتوي شارعا شاعرا حارثا حانثا أو رضيعا بلا مهزلة. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.